الموقع الرسمي للنادي الأهلي برضو قال إن أرسلت إدارة النادي خطاب لاتحاد الكورة صباح اليوم بتطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل. قال النادي الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.